هتولد قريب وعاملة استفتاء للجمهور بنت ولا ولد. جوري بكر أخيراً طلعت ترند بحاجة حلوة بعيداً عن المشاكل اللي صدرتها للجمهور الفترة اللي فاتت. جوري نشرت صورة من خلال خاصية الستوري دبدوبين، واحد لابس بينك رمز للبنوتة والتاني لابس أزرق، وبدأت تحط الجمهور في حيرة، يا ترى البيبي ولد ولا بنت؟ نفس الحيرة اللي الجمهور حس بيها لما تفاجئ بستوري عند جوري بتقول فيها: وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، بأتمنى له كل الخير، أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على أي مكالمات، شكراً. طبعاً الكل استغرب إزاي انفصلوا وهم مستنيين البيبي الجديد، لكن بعد ساعتين جوري نزلت ستوري جديدة وقالت فيها: أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة، شكراً جداً لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي. الأكاونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل. الأستاذة بسمة وهبة وضحت: لا يجوز طلاق للست الحامل، أشكركم وقدر الله وما شاء فعل، أنا وجوزي راجل محترم وما اعتقدش أنه يعمل معايا حاجة زي كده وشكرا. طبعا لما الناس عرفوا أنه هاكر اعتبروا أن ده نتيجة الشر اللي عملته في سيد أخو جعفر العمدة. جوري عملت مشاهد شر في جعفر العمدة كانت سبب في أن شخصية ولاد تتصدر الترند، والجمهور فضل يهاجمها وكأنها شخصية حقيقية، وده طبعا يعتبر نجاح كبير ليها لأنها قدرت تخلي الناس يصدقوا أنها شخصية شريرة، خاصة بعد مشهد جوازها من شوقي فتح الله قبل انتهاء عدتها، وده طبعا عمل ردود أفعال قوية جدا لدرجة أن في شيوخ ناقشوا القضية دي والجمهور بقى ساخط عليها علشان حطمت قلب سيد. بس الحقيقة أن جوري مختلفة تماما عن وداد، جوري بنت طيبة جدا وكيوت خالص في الحقيقة، يعني ما تستاهلش خالص القلب اللي الجمهور قلبوا عليها وقالوا عليها حربوقة الدراما. دورها ده جاب لها إهانات كتيرة من الجمهور اللي وجهت له رسالة وقالت: فضلا وليس أمرا، أرجوكم ده تمثيل، أنا عارفة مش قصدكم، بس كفاية سب وقصف وشتايم، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك وحاجات كتيرة، كأنكم بتدعوا عليا، صدقوني الكلام ده بيأذيني نفسيا، عيب، علشان كده مش بعمل شير لناس كتير احتراما لأهلي وزوجي وشكرا. وردها على الجمهور ده هو اللي خلاه يصدق خبر الانفصال، وخمن ان الإهانات اللي تعرضت لها جوري كانت هي سبب الانفصال، لكن في الآخر طلع مفيش انفصال ولا حاجة، وحد من الجمهور سرق الأكاونت بتاع جوري. الشهرة اللي خدتها جوري بسبب جعفر العمدة حطتها في مواقف صعبة مع جمهورها على السوشيال ميديا، بدأت بلقب حربوقة وانتهت بالشحاتة على الانستجرام، وبكده اختراق الأكاونت، ودي كانت الناحية. بس هي ما بتسكتش وبتاخد حقها، يعني لما حد من متابعيها بعت لها يطلب منها فلوس رغم انه مش محتاج، عملت بوست طويل عريض واخدت حقها منه، وشكله هو اللي اخترق الاكاونت بتاعها. المهم دلوقتي لازم جوري تنسى كل الخناقات دي وتركز مع البيبي اللي جاي واللي هياخدها من السوشيال ميديا ومن الجمهور.